بين البلدان يا جنات على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمال. الله يحفظكم. نادي جوجة الله يصلحها ويسكر ريتها. هذه البركة راه طيبة نص اسبانيا ونص مغرب. السلام عليكم يا أحلى متتبعين كديرين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. جيت معكم اليوم راني كما كتشوفوني باقا في الدار ديال عوزتي، وانا ومرت لوسي غادي نديرو فيديو مشترك ان شاء الله، غادي نلوحو في قناه المغربيه في اسبانيا، وغادي نلوحو في قناه مزيان الدكاليه. وهيا معايا مرت لوسي ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. كما قالت لكم مرت لوسي غادي نشاركوا معكم بايلة ما بسيطه ولا قد الحال، هذاك الشيء اللي متوفر في الدار، يعني اللي ما عندوش الحوت يقدر يدير دجاج، يعني اي حاجه ديروها هي غديرها بالطريقه ديالها الخاصه، وانتم معاها في المقادير. انتم كما كتشوفوا هنا عندنا الكانبا، حنا كيقولوا كروفي، هاد سميتو هذا الفرخ، الفرخ هذا هكا غير هبره ما فيش العدومه، وعندنا هنا شويه المعدنوس، وشويه عندنا حنا تقريبا 3 ريوز ديال الثومه، عندي مطيشه الحك حيت ما عندهمش هما الصلصه، هذه غير مطيشه سلقناها وطحناها، وغادي نزيدو عليها هاد مطيشات الحك باش تجي شويه عاديه اللون، وهنا الملحه، وهنا العطريه كما كتشوفوا، وهنا عندي بصله حكيتها، وهنا مفلفله ملونه هكا خضراء وحمراء، نتوما اللي عندكم وهنايا الجلوف ديال الكانبا، الكانبا اللي نقيت درت الجلوف ديالها في الماء باش غادي هي باش غندير بها البلون ان شاء الله. غتصفيها من هاد غنصفيها من هذا هو باش غادي ان شاء الله نرويو البايه ديالنا. وهانتوما معايا اخوتي، دابا غادي نبداو ان شاء الله نديرو المقله اللي عندكم. المهم ما تكونش كتلصق، ما تكونش تلصق وصافي. غندير شويه زيت البلديه كما كتشوفوا، غير شويه ماشي بزاف، راكم عارفين البايا ما خصهاش يدي بزاف تليدان، وصافي غير شويه. هادي راه البايله رفيت لوستي اللي جات من برا حتى هي شاركتها معاكم. ودابا حسنا من هاد المنظر، ودابا مرت لوسي قلنا لها لا ديجا تجي ندوق ماكلتك. انتما درت شويه الزيت البلديه والزيت الروميه. دابا غادي نديرو هاد البصيله اللي بغى يقطعها هكا. اللي بغى يقطعها رقيقه يديرها، انا غير كنقول لكم صافي. وهذا الثومه حتى هي، هذه فين غنصوطو دابا الحوت ديالنا. والربيع حتى هو الربيع اختياري، كاين الناس اللي كيبغوها كاين الناس اللي لا. انا درت لكم بايه سهله وبسيطه واي وحده تقدر ديرها، عندك الدجاج ديري بالدجاج، عندك اللحم ديري باللحم، الحوت عندك اللي عندك ديريه هذاك الشيء وصافي. دابا غادي نديرو هاد الكانبا هي الاولى، ونخليها شويه باش تهبط لينا البصله هادي، وعاد نديرو الكانبا. بقاو معايا. دابا غادي نديرو الكانبا كما كتشوفوا، انا كنشحرها، نتوما الاختيار ديالكم بغيتو ديروها بالدقه ديروها، انا كيعجبني نشحرها ونزيدها. وعلى عاد كديري الشعريه. ندير الشعريه بصح باش كيبقى الحوت شاد راسو. دابا غادي ندير العطريه، عطريه مغربيه كما العاده، شوية الإبزار كما كتشوفو، غير شوية نتوما و باش ميجيش كربون. إلا كاينة وريقة سيدنا موسى حتى هي زيدوها صافي. دابا نخليه في الفرن يجمع راسو شوية ونحيدوه باش يبقى لينا صين باش ميتفرطش ليناش وصافي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديوهات، انا ومرات لوسي ودعموها حتى هي، راه هي يلاه باديه وباقا ما كاين، القناه عندها مفعله وكلشي، ولكن محتاجه مشاهدات، محتاجه الناس يشوفوا لها الفيديوهات. شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وعاونوها حتى هي، طلبوا منها شي حاجه اللي عجبتكم، شي حاجه هكا توجدها لكم طلبوها منها، كتبوها لها في حيت راه الافكار كيهربوا كيبقى، كتبوا لها شي حاجه كومنتاريوس هكا، هي حاجه اللي بغيتوها اللي بغيوها صوبوها لهم. بقاو معايا غادي نجمع راسو شويه نحيدوه ونديرو الحوت الاخر. يلا بقاو معايا كما تشوفوا الحوت الاخر ما وريتكمش ليه، ولكن راني ما وريتكمش كيما قلت سمحوا لي ما وريتوش ليكم، هو عادي بحال بحال. وهذا انا درته هو تصحر، ودابا غادي نصفيه وعاد نديرو المطيشه ديالنا ونديرو الفلفله ديالنا. اوكي
نتوما راه تصحر حتى هو العطريه. هذاك صفيتي حطيتي تما ديك الكرون. دابا غادي نصفي هذا واخا ما وريتش لنا باين العيال المغربيه تبارك الله راه تيعرفوا كل شيء. نصفي هذا نتايرو تبارك الله ريحتو راه غزاله. وغادي ندير دابا مطيشه. الطريقة الطريقة كتخلي الحوت شاد راسو باش ما يتخسرنيش الحوت ويبقى باين وصافي. يلا بقاو معايا حتى رجع. دابا غنديرو هاد المطيشة هادي نخليوها تغلى واحد شوية. غادي نزيدو عليها شوية د العطرية ونخليوها تغلى واحد شوية وعاد غادي نديرو هادوك السلاسل التوابل هما هادو بحال بحال درنا في الحوض. غنديرو حتى في الصلصه ديالنا باش طيب لنا الشعريه طيب بنينه. وغادي نديرو حتى ورقه سيدنا موسى الا كاينه حتى هي غادي نديروها. واللون ديالنا ها هو طاب كما كتشوفوا باش غادي عاد صفيو واللي غادي تسدي لي بيه تمرقي ان شاء الله. يلا بقاو معايا حتى رجع. كما كتشوفوا الشعريه هي هذه الشعريه. نتوما بغيتو ديروها بالرز ديروها بالرز، انا نديروها بالشعريه. الشعريه درنا لها شويه د الزيت وخشيناها في الفران حتى تحمرات واحد شويه بغات بحال هكا ذهبيه وطفينا عليها. نتوما بغيتو ديروا الرز ديروه، بغيتو ما تحمروهاش ما تحمروهاش. الرز الكلاصي ولا لا؟ الرز ديال البايا كيكون خاص بالبايا. عرفتش من الرز عندكم هنا، ولكن الرز كيكون شويه غليظ وهكا كيكون طويل هكا بحال كلاصي تقريبا. دابا غادي نديروا هاد المطيشه هذه اللي قلت لكم ديال الحك باش دير لها اللوت. حتى راكم عارفين المطيشه الخضراء ما كديرش اللوت. حركوها حتى هي دير مع العاديه عادياتها. انتم دابا المطيشه الخضراء راه طابت لينا. دابا غادي نزيدو هاد السلسله هادي وغانديرو البلول اللي درنا ديال الكالبا. يلا خا تغلينا واحد شويه غنديرو البلول دابا ديال الكالبا. بقاو معايا. كما كتشوفو السلسله ديالنا طاحت لينا شويه. دابا غادي نديرو الشعريه ديالنا كما كتشوفو والكمية اللي بغاو على قياس العائلة. واحد تبارك الله حنا بزاف ولكن نسيني على قد العائلة اللي كاينة في الدار. هانتوما البنات كما كتشوفو الكنبة اللي بقات لينا حنايا صوطيناها هنا مع شوية الزيت البلدية والربيع والثومة ونستناها شوية تبزار. دابا غادي كما تشوفو البايا مبقى لها والو طيب باش تنشف، ولكن نديرو فيها هاد سميتو باش تطلق البنة من الفوق. دابا كتشوفو هي طابت نزوقو بيها وصافي. ونتمنى ان شاء الله تقبلو عليا وعلى مرات لوسي ومرات لوسي هي اللي عجبها طيابي وتقبل عليا. تبارك الله عليك تبارك الله عليك ويسمحوا لينا اللي كتوحم تسمح لينا. داكشي اللي كاين ولا بغيت معكم حاجة بسيطة شي حاجة تجي نصوبوها ليها. انتما كنزوقو بحال هكايا سنساليو. يلا ها هو نبدا نسد عليها ونخلي حتى يرجع عليها الصهد بين ما نشفت. بنت الحاجه صحتكم وراحتكم. وزوقتها بشويه الحامض ونتمنى زوقك يبقى اختياري. المرت سيدي يوسف الله يحفظكم. ودابا عطينا راي الراي ديالكم با عباس ومي زينب. تبارك الله عليكم والله الا ما عندي ما نحسب عليكم. طايله كتبان على حقها وطريقها وكتبان مغربيه وصبيونيه. والله يعطيكم الصحه وما عندي ما نحسب عليكم و10 على 10. والناس كيقولوا كنربحك 10 على 10 انا نربحكم 1000 على 1000. الله يحفظك. وانت الحاج عباس تبارك الله على مرت ولدي وخلاص. الله يحفظكم. عيالات ولادي بجوجات. عيالات ولادي بجوج الحمد لله. الله يحفظكم. ولادي جوجات الله يصلحهم ويصلح كريتهم. هاد البركه راه طيبه نص اسبانيا ونص المغرب. كما كتشوفوا المشاهدين ديالي نتمنى ان شاء الله تعجبكم كيف ما عجبت جوزتي وشيخي. كنتمنى تعجبكم حتى نتوما. نتوما كتجي مزيونه كتشهي وكتجي معسله، ولكن خصكم ترخفوا عليها البوطه
كما كتشوفوا راه كتجي مزيونه. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله ويعجبكم هذا الفيديو. وخليتكم على خير ونتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله. بين البلدان يا جنات على حد الشوف، يا ارض كريمه مضيافه وجمالها ناطق بحروف بلادي.